خلفه 10,000 فارس مجندلين بأسلحتهم وبسلطانهم وبقوتهم. وأعطى الراية يومها لسعد بن عبادة كبير الخزرج، فجاء سعد متأثرا يأخذه الحماس فقال اليوم يوم الملحمة، فأخذ النبي من يده الراية وأعطاها لولده حتى لا يوغر صدره، وقال بل اليوم يوم المرحمة لأنه نبي مرحمة. ودخل إلى مكة في حالة الذل يضعضع رأسه الشريف حتى نزلت ذؤابة عمامته على صفحة عنق الناقة، حياء من الله وخشية لله، وهو المؤيد بنصره وهو القوي بمن معه من الفرسان والجند الأبطال الميامين. ونزل إلى ساحة البيت الحرام وراعى الحرمة وقال من دخل البيت الحرام فهو آمن، ومن دخل بيته وأغلق بابه فهو آمن. ولم ينسك وراء مكة أبناء عمومته الذين اضطهدوه وطاردوه وعارضوه، فاحترم مكانتهم في المجتمع وقال ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. من يفعل ذلك؟ ودخل إلى الكعبة فصلى فيها ركعتين وأزال ما علق فيها من صور ورسومات تدل على الوثنية، وكسر الأصنام المحيطة بالكعبة وطهر البيت الحرام. ووقفت البقية من أهل الكفر والعناد أزلاء خاضعين أزلاء خاشعين ينتظرون حكمه عليهم وماذا يفعل بهم ومعهم. فقال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ فأدركتهم الحصر وامتلأت قلوبهم بالمهابة والخوف. ربما ينتقم منا، ربما يمزق لحومنا، ربما يقطع أعناقنا، ربما يجلد زهورنا، ربنا يأخذ منا حقه في كل ما فعلناه معه. ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخو كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، لم يقل لهم اذهبوا فأنتم العتقاء، إنما هو طلقهم تطليقة واحدة حتى إذا ما آوى إلى الدين رجعوا وكلهم أسلم والحمد لله. لما رأوا بره، لما رأوا كرمه، ما امتدت يده إلى أحد بسوق، وكان يتحمل المكاره وتمد حلمك لاستفيه مداريا حتى يضيق بحلمك السفهاء. وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك خدمة ووفاء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا خرجت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء. يا أيها النبي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء، يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفعاء. اللهم صل على النبي وآله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. أيها الحضور الكرام وأشرافنا الضيوف من ساحة الأشراف آل خلنور وأولاد العيرج، نرحب بكل الضيوف، الشيخ عثمان مركز البداري، بكل من جاءنا من أقاصي البلاد، من شمالها لجنوبها، من شرقها لغربها، ولأصحاب الطرق الصوفية جميعا ولأبناء الطريقة الرفاعية خصوصا، وكل أسيادنا ودرويشنا والمسؤولين عنا، وكل من ساهم وكل من شارك وكل من سعى وكل من حضر. بارك الله فيكم جميعا، وأتوجه إلى الله العلي الكبير أن يمتعنا بكم وبلقائكم وبليلتكم السعيدة، شاكرين سعيكم.
يفوح، شاكرين احتفالاتكم، شاكرين وجودكم وسفركم إلى هذه البقعة الطيبة المباركة. حللتم أهلا ونزلتم سهلا، فمرحبا بكم ضيوف أعزاء وإخوة كرماء، سائلين المولى أن يتقبل احتفالنا واحتفاءنا بميلاد سيدنا وسيد الخلق أجمعين وحبيب رب العالمين. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واحشرنا تحت لوائه ورايته، وأوردنا حوضه المعسول لنشرب من يده الشريفة شربة مليئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، إلا ونحن في جنات الله، إلا ونحن في روضات الله. اللهم هذا دعاؤنا إليك في ليلة الجمعة في ميلاد نبيك العظيم وفي شهر ربيع الكريم. فاللهم ها نحن دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا يا مولانا كما وعدتنا، وارزقنا السير على دربه، واجعلنا من المحققين لسنته، العارفين بقدر ميلاده ومولده. فلا يعرف قدر المولد إلا من عرف قدر المولود. فاللهم أكرمنا بكرامته عنده، وارض اللهم عنا جميعا برضائك عنه، ولا تحول بيننا وبينه. اللهم لا تحرمنا من لقائك بين أحبابك وفي حضرة حبيبك. اللهم لا تحرمنا من لقائك بين أحبابك وفي حضرة حبيبك. اللهم لا تحرمنا من لقائك بين أحبابك وفي حضرة حبيبك. واجزه عنا خير الجزاء، خير ما جزيت به نبيا عن أمته، واجمعنا معه في مقر رحمتك يا رب.